هو احنا ليه بنخلق في حياتنا عداوات لناس ما شفناش منهم اي حاجة وحشة؟ يمكن عشان بقى الطبيعي بيننا الشك وعدم الثقة، ده غير سوء الظن. للأسف هي دي بقت طبيعة الناس. بس انا جاية النهاردة عشان اخليكم تعيدوا حساباتكم في كل علاقاتكم، وتشوفوا مين فعلا يستحق العداوة ومين اللي عداوته غير مبررة. حكايتي بدأت لما عصام زميلي في الشغل طلب مني يقابل بابا عشان يطلب ايدي. كنت سعيدة، الفرحة ما كانتش سيعاني. أنا بقالي كتير معجبة بعصام وفي ارتياح كبير من ناحيته، خصوصاً إنه شاب أي بنت تتمناه في أخلاقه ودينه ومستقبله، وكنت دايماً بحلم إنه يكون الراجل اللي هكمل معاه باقي حياتي. وفي لحظة الحلم اتحقق لما جالي وقالي إنه عايز يتجوزني. قالي أنا عايز أتجوزك يا شروق. كان نفسي في اللحظة دي أقوله كلام كتير، لكن حيائي كبنت منعني، واكتفيت إني شاورتله براسي إني موافقة. وفعلاً جه عصام وتقدم لي، وكانوا أهلي فرحانين بيه جداً. لكن المرة اللي بعدها لما جه هو وأهله، حسيت إن ماما مش مبسوطة زي أول مرة، وشها كان شكله متضايق قوي. ولما مشوا أهل عصام من عندنا لقيتها بتقولي ما بلاش يا بنتي الجوازة دي. قلت لها ليه يا ماما؟ عصام إنسان كويس قوي وأي بنت تتمناه. قالت لي أنا ما قلتش حاجة، الراجل كويس لكن ظروفه مش مريحاني. قلت لها ومالها ظروفه بقى يا ماما؟ قالت لي ده هيسكنك في بيت عيلة. عارفة يعني ايه بيت عيلة؟ يعني انتي وام واخوها تسكنوا في بيت واحد. فاهمة يعني ايه يا شروق؟ يعني انتي وسلفتك هتبقوا في بيت واحد في وش بعض، والمشاكل مش هتخلص يا بنتي. بصت لها باستغراب، هي ليه ماما خايفة قوي كده؟ ليه خايفة من مرات ياسين اخو عصام؟ عصام مالوش غير اخ واخت، اخته متجوزة ومسافرة، واخوه قاعد معاهم هو ومراته في نفس البيت في شقة تحت شقتي. مرات ياسين اسمها قمر. الغريب اني لما اتعرفت عليها وشفتها اول مرة قلبي ارتاح لها، وما حسيتش ان ممكن تكون سبب في مشاكل ليا زي ما ماما بتقول. لكن ماما كانت مصممة ان وجودي انا وسلفتي زي ما بتقول في بيت واحد مش هيريحني، وان كل اللي اتجوزوا في الظروف دي مرتاحوش، وفي منهم اللي اتطلقوا. حاولت اقنعها كتير اني هبقى في حالي ومليش دعوة بحد، لكن هي كانت رافضة تماما. لكن مع إصراري على عصام وتمسكي بيه في أي ظروف، خصوصا إن ظروفه ما كانتش تسمح يجيب لي شقة برا، ووقوف بابا جنبي خلى ماما توافق، واتخطبت أنا وعصام. وفي أثناء ما ماما كانت بتجهزني كانت بتجيب لي حاجات كتير قوي، حاجات مبالغ فيها. ولما أقول لها ليه كل ده يا ماما، تقول لي اسكت انتي، دي انتي عندك سلفة وهتبقى مركزة في كل حاجة بنجيبها. كنت أضحك جوايا وأقول يا دي السلفة اللي مع أدا ماما. مش هقول لكم على المشاكل اللي واجهتنا في توضيب الشقة، ده غير شراء العفش، كل ده عشان شقتي ما تطلعش أقل من شقة قمر. طب وإحنا مالنا؟ كل واحد وليه ظروفه وإمكانياته. لكن ماما عمرها ما كانت هتقتنع بكلامي لو قلت إيه. وأنا بصراحة كنت بحاول أهودها عشان أتجوز عصام، اللي بيثبت لي كل يوم إنه إنسان محترم وهدية ربنا ليا. واتجوزت أنا وعصام وقضينا أسعد شهر عسل، أو بمعنى أصح أسبوع عسل، عشان ظروف شغله اللي كانت حاكماه. ومن أول يوم نزل عصام في الشغل بدأت الحياة تتغير والدنيا تاخد شكل تاني. بدأت أنزل لحماتي أقعد معاها واتطمن عليها، وكنت كتير بقابل قمر وبنتها الجميلة اللي بموت فيها. كنت كل ما بص القمر أقول هي بنت جميلة وهادية وشكلها مش بتاعت مشاكل، ليه بس يا ماما كنت واخدة منها موقف؟ وبقيت بتعامل معاها كويس جداً، وهي كمان كانت بتتعامل معايا بطيبة وحنية. لحد ما في مرة كنت نازلة عند حماتي وما لقيتش قمر عندها. قلت لها يا فين قمر يا طنط؟ قالت لي فوق مقموصة ومش راضية تنزل. قلت لها وإيه اللي هيزعل قمر؟ قالت لي معرفش يا بنتي، أنا كنت قاعدة بتكلم معاها عادي وبقول لها إن ربنا كرم عصام ورزقه بواحدة بنت حلال، لقيتها قلبت وشها أول ما جبت سيرتك وقالت لي هو انت مالكيش غير ست شروق كل شويه تمدحي فيها، وسابتني ومشيت. وفضلت انده عليها ما عبرتنيش، يرجيكي كده يا بنتي؟ بصيت لها باستغراب وقلت لها معقول يا طنط قمر تعمل كده؟ قلت لنفسي لا، اكيد انا ما كنتش غلطانه، اكيد في سوء تفاهم وممكن تكون زعلانه شويه من جوزها. لكن اللي استغربت له لما قابلت قمر تاني يوم على السلم وانا نازله الشغل. سلمت عليها وقلت لها ازيك يا قمر وازاي بنوتك الجميله، لكن لقيتها كشرت في وشي، والأول مرة من ساعة ما عرفتها تعاملني بالطريقة دي. وردت عليا بالعافية وقالت لي كويسة، ودخلت
وقفلت الباب ورزعته في وشي. موقفها معايا صدمني جدا. معقول قمر تتغير للدرجة دي؟ معقول تكون نظرتي غلط في الناس ويكون ماما عندها حق؟ وفضلت كل يوم وانا نازله رايحه اعدي على حماتي اطمن عليها، لكن ما كنتش بلاحظ وجود قمر خالص. شكيت انها ممكن تكون بتاخر نفسها في النزول عشان ما تشوفنيش، بس برضو بعدت الفكره عن دماغي. لكن فعلا في مره كنت نازله وبعد ما سلمت على حماتي وخرجت من البيت افتكرت اني نسيت موبايلي. رجعت عشان اجيبه لقيتها في وشي، كانت نازله لحماتي واول ما شافتني كشرت. اتاكدت ساعتها انها فعلا بتتجنب تشوفني. طب ليه؟ أنا عملت لها إيه؟ وإيه سبب سر العداوة اللي تربت ما بيننا من غير سبب؟ ولما رحت لماما وشافتني متضايقة حكيت لها، ولقيت ماما ما صدقت. قالت لي ما أنا قلتلك قبل كده مهما كان اللي قدامك كويس وطيب زي ما بتقولي، لكن عمر ما سلفتك ما هتحبك ولا هتحبلك الخير. يا بنتي ده في مثل بيقول مركب الدراير صارت ومركب السلايف غارت. لأول مرة اقتنع بكلامها، خصوصا مع تعامل قمر الغريب ليا وكلام حماتي عنها وعن كرهها ليا وانها بتزعل وتتضايق كل ما حد يجيب سيرتي. بس الغريب لما رحت وحكيت لعصام قال لي ازاي قمر تعمل كده، قمر طول عمرها طيبه وبتحب الخير للكل. طب انت عارفه هي اللي شجعتني اروح اخطبك من كتر ما كنت بحكي لها اني بحبك وانك انسانه كويسه. حسيت نفسي في حيره وضياع، مش عارفه فين الصح من الغلط، لكن ما كانش في ايدي غير اني اقابل معاملتها السيئه بنفس المعامله واكمل معاها بني السور اللي بينا. ومرت الأيام وأنا اتأخرت في الحمل، ويشاء القدر إن قمر تحمل لتاني مرة. كان الكل فرحان بيها قوي وبيدعو لها إنها تولد وتقوم بالسلامة وتجيب لهم الولد. أما أنا فحماتي اتغيرت من ناحيتي، حتى في طريقة كلامها كان كل كلامها تأنيب ووجع فيا عشان اتأخرت في الخلفة. يا إما تقعد وتشكر في قمر وأخلاقها وشطارتها وإنها قدرت تخلف ورا بعض. ورغم إن كلامها كان بيوجعني، حاجة جوايا كانت منعاني أكره قمر، بالعكس كنت من جوايا بتمنى تقوم بالسلامة. لحد ما في يوم حصل الموقف اللي غير حساباتنا كلها. كنت اليوم ده راجعة من الشغل بدري لأني كنت تعبانة، وأنا طالعة سمعت حماتي بتكلم قمر وبتقول لها زي ما بقولك يا بنتي أسمعها دايما تدعي إنك تجيبي بنت تانية وما تجيبيش ولاد خالص. طبعا ما هي لازم تكرهك، ما أنت الأرض العمرانة اللي بتجيب وتطرح وهي زي الأرض البور. قمر قالت لها أنا مش عارفة ليه هي بتكرهني كده، مع أني من أول يوم أنا حبيتها وارتحت لها، بس كلامك عنها يا طنط خلاني كرهتها وعرفتها على حقيقتها. كلامهم هما الاتنين صدمني. معقول تكون حماتي هي اللي عاملة كل العداوة دي بينا؟ معقول تكون بتكلم كل واحدة فينا بطريقة وشكل وبتخترع كلام عشان توقع بينا؟ وعرفت ساعتها قمر اتغيرت من ناحيتي للفترة اللي فاتت، وبصراحة عذرتها. ساعتها طلعت سلمت عليهم كأني ما سمعتش حاجة، وطلعت على طول على الشقة وافتكرت كلام عصام عن قمر وإزاي كان عنده حق في كل اللي قاله عنها. بعد كام يوم من اللي سمعته كانت حماتي بتزور بنتها وأنا وقمر لوحدنا في البيت بعد ما ياسين وعصام راحوا الشغل. كنت قاعدة ساعتها في شقتي وسمعت قمر بتصرخ في شقتها. جريت على شقتها وقعدت أخبط لحد ما فتحت بعد فترة، واتصدمت لما شفتها وهي مغرقة الدنيا مية وعمالة تعيط من الوجع. وأول لما شافتني نسيت كل العداوة اللي اتزرعت بينا واترمت في حضني وهي بتعيط من الوجع. ما كنتش عارفة أعمل إيه، سندتها ونزلت بيها واحدة واحدة لحد ما نزلنا تحت ووقفت تاكسي وخدته بسرعة على المستشفى. وهناك لحقوها على آخر لحظة في أوضة العمليات. كلمت عصام اللي كلم مامته وأخوه، وفي خلال ساعة كانوا كلهم موجودين في المستشفى. ولما خرج الدكتور طمنهم وقال لهم احمدوا ربنا انها جت في الوقت المناسب. ميه البيبي كلها كانت نزلت وكان في خطر على حياتها، ومبروك جابت ولد. باركت لياسين وحماتي وقعدت احمد ربنا ان ربنا نجاها هي وابنها. ولما فاقت قمر ورجعت البيت ورحت اطمن عليها في شقتها، بصت لي وقالت لي انت يا شروق اللي انقذتي ابني وانقذتيني رغم معاملتي ليكي. قلت لها انا مش زعلانه منك يا قمر لان عرفت سبب معاملتك ليا، زي ما أنا كمان كنت بعملك وحش غصب عني. حكيت لها على كل اللي حماتي قالتهولي عنها وعن كل اللي سمعته. عرفنا إن حماتي كان هدفها الحقيقي إنها توقع بينا إحنا الاتنين، كل ده عشان تقدر تفرض سيطرتها على كل واحدة فينا. ما كانتش حابة إن يكون في بينا علاقة طيبة، لأن من وجهة نظرها ممكن نتفق عليها. ده غير كلام ماما اللي زيها زي أي أم،
شايفة أن سلفة بنتها لازم تكون عدوة ليها وبتكرهها. قمر كانت مصدومة من اللي سمعته واعتذرت لي عن كل حاجة عملتها معايا، واتفقنا يومها ننسى كل اللي فات ونتعامل على طبيعتنا وما نصدقش أي كلام سوء يتقلنا من غير ما نتأكد منه. أما حماتي بعد ما بقت العلاقة بيننا كويسة حاولت كتير توقع بيننا تاني، لكن كنت أنا وقمر اتعلمنا الدرس كويس وبقينا بنتعامل أكتر من الإخوات ولغينا من القاموس كلمة سلايف. أنا بقت حامل بعدها وجبت ولد وبنت توأم، وطول فترة حملي كانت قمر بترعاني وتسأل عليا، حتى بعد ما ولدت ساعدتني كتير. بعد ما عرفنا أن عداوتي ليها كانت عداوة غير مبررة، كسبتها أخت وصديقة بدل ما كانت عداوة وسلفة. هي دي حكايتي اللي لو طبقناها على معظم علاقاتنا هنلاقي في عداوات اتخلقت مع ناس كتير نتيجة سوء فهم أو سوء ظن أو تفكير عقيم عفى عليه السنين، لكن لو رجعنا حساباتنا هنلاقي ناس كتير ممكن نكسبهم بدل ما نبني بيننا وبينهم عداوة غير مبررة.